كابتن علاء، ايوه احنا ايه صحيناك ولا ايه؟ مساء الفل. لا والله صح. حد ينام الليله ده يا كابتن؟ لا والله صح، والله بكره عيد. ايوه تحياتي وتحياتي المهندس عدلي. ازيك يا باشمهندس؟ يا كابتن علاء، و ازيك يا حبيبي؟ ازاي سعادتك؟ وعايزين نسمع منك. عايز يمضيك على الهوا، انت حر. لو لحقته ده. قال لك لو لحقته. الله العظيم. احنا مدين الدنيا اهتمام غير طبيعي، وانا قلقان كل القلق يعني. الان طبعا الان من متوقع ان يكون في شده نتيجه الاهتمام. طبعا اهتمام غير طبيعي لعدد الهائل من الجماهير اللي داخله. انا سمعت حضرتك دلوقتي انت بتتكلم بتقول اللعيب اللي مش هيستحمل الضغط الجماهيري ده خلاص لا يكون له الحق اللي هو ده منتخب مصر، ودي حقيقه. لان احنا لما تيجي ترجع بالتاريخ كده في الفتره الاخيره، ما بتكلمش في الفترات السابقه يعني، الفتره الاخيره كان الجماهير ماليه الاستاد، وللاسف كانت النتائج سلبيه، واخرها في امم افريقيا اللي كانت معموله في القاهره هنا اهو. تمام. فانا قلقان جدا من ان الجماهير يبقى ضغط على اللعيبه قوي، لان انت لما تيجي تتكلم على اللعيبه اللي موجوده كلها تعتبر محليه باستثناء اثنين في الملعب او ثلاثه بكثير يعني. تمام. فبتتكلم مع فرقه عندها على الاقل عن 16 لعيب محترف مش فاهمين اللغه بتاعت الجماهير اللي عندك، مش هتفرق معاهم، لعبوا تحت ضغط جماهيري كبير جدا في انديه كبيره جدا. واحنا يعني ما اعتقدش اللي فيه حتى انديه لعبت وسط الضغط الجماهيري اللي موجود في الفتره الاخيره يعني. لكن لا نملك الا احنا نقول يا رب يبقى الجماهير دي في صالح المنتخب وصالح اللعيبه، واللعيبه تحس بالجماهير، لان لا حديث في مصر عن اي حاجه فيك يا مصر الا عن هذه المباراه بكره يعني. فاعتقد ان احنا كلنا لا نملك الا ان احنا نقول يا رب ونعدي هذه المباراه اللي هي تعتبر الشوط الاولاني بكره والشوط الثاني هناك. وطبعا دي بتبقى صعوبه بالنسبه لنا ان المباراه الثانيه هناك. على فكره يا باشمهندس، انا ساعه المباراه النهائيه بتاعت السنغال ومصر في بطوله امم افريقيا في الكاميرون كان عندي استوديو، فدخلت بحب اروح مذاكر يعني، فدخلت على المواقع السنغاليه كل الكلام على ان متشكرين انتوا وصلتوا النهائي، جبنا النهائي ما جبناهوش، انتوا كده كويسين، لكن احنا كل همنا عن كاس العالم. فتخيل بقى حضرتك في مباراه نهائيه تمثل بطوله افريقيه كبيره، والجماهير مش هممها بطوله افريقيا قد ما هممها دخول لكاس العالم. فزي ما انت مشحون هم مشحونين اكتر. تمام. فانا قلقان يعني، بقول يا رب اللعيبه تبقى عندها ثقه في نفسها، وتوفيق ربنا. على فكره التوفيق مش في النتيجه، التوفيق في ان اللعيبه تبقى جاهزه، التوفيق في ان المدرب يبقى موفق في تشكيله في تغييراته في خطته، هو ده التوفيق، كل ده بيجيب نتيجه. كابتن علاء، انا عايز اتوقف هنا على كلمه التوفيق في التشكيل، لان الحقيقه يعني لا، هو مختار افضل لعيبه في مصر من وجهه نظره. وجهه نظره، برافو عليك. حلوه حته الواو الاخيره دي. طبعا. فهو ما فيش حاجه بقى يجي يقول لي ايه اصل التشكيل. ما هو انت لو التشكيل عندك واحد انت اخترته وهو ما كانش جدير انه يبقى في التشكيل، دي كانت وجهه نظرك. ايوه يبقى انت تتحملها. قصدي فانا يعني اعول على طريقه اللعب والمهام داخل الملعب وخبرات لعيبه مهمه داخل الملعب. ما اعرفش تتفق معايا ولا تختلف بالذات في هذه المباراه. اتفق معاك تماما ان المباراه بكره غير المباراه اللي جايه، مباراه بكره ليها هدف ان انت تفوز في ملعبك في وسط ملعبك وتكسب بفارق اهداف، بحيث ان انت تروح هناك اللود يبقى عليهم عالي وانت بالنسبه لك يعني شبه مستريح، مش هقول لا شبه مستريح. تمام. لكن انت هتروح هناك في ملعبه في وسط الجماهير بتاعتهم مضغوط وعايز تعمل نتيجه ايجابيه، دي عايزه لعيبه يعني لعيبه من طراز خاص بصراحه يعني. تمام. فانت النهارده بكره لابد ان يبقى عندك الفكر والتكتيك بتاعك ان انت تحط اللعيبه اللي تقدر تكسبك، وفي نفس الوقت تحافظ على الشبكه بتاعتك تبقى نظيفه. دي اهم نقطه. ايوه بصراحه يعني. تمام. لكن نلعب بنفس السيستم ونفس بتاع اللي هو يقول لك يثبت التشكيل وثبت، لا انا ضد هذه المدرسه خالص.
انا كل مباراه اللي منتخب مصر بالذات مش نادي المنتخب لابد من هو ليه تكتيكه في المباريات الداخليه اللي هي بكره والخارجيه اللي هتبقى في السنغال وتحط التشكيل المناسب لهذه المباراه العناصر اللي تؤدي الغرض المطلوب. برافو عليك هي دي. طيب انا هسالك سؤال بقى، احنا بكره عايزين نكسب. طيب يبقى احنا لابد يبقى عندنا حته هجوميه، لان بص يا باشمهندس احنا لما تيجي ترجع كده بالذاكره كده احنا وصلنا نهائي افريقيا مع الكاميرون مع السنغال في الكاميرون وجبنا 4 اهداف. احنا وصلنا النهائي ب4 اهداف. وصلنا النهائي ب3 مباريات لعبنا 120 دقيقه. معنى كده ان انت ما عندكش القدره ان انت تخلص المباراه في التوقيت الرسمي بتاعها. ايوه واخد بالك؟ انت عندك ابو بكر بتاع الكاميرون لوحده جاب 8 تجوان. واخد بالك؟ فانت عندك مشكله هجوميه، هل انت قدرت تتخلص من هذه المشكله في تكتيكك بكره وتشكيلك؟ دي تبقى الشطاره بقى اللي